based discussion and lectures. هيبدأ الأستاذ الدكتور محمود عبد الكريم الكيس بيزد برزنتيشن بتاعته إن شاء الله. اتفضل دكتور محمود. ازيكم يا جماعة؟ السلام عليكم. ممكن نقعد؟ ممكن أسأل حاجة يا جماعة؟ مين هنا ما عملش حالة وطلعت انفكتد؟ ما عملش حالة وما عندوش ولا حالة انفكتد، مش كل الحالة، أنا آسف. أنا عندي حالات انفكتد. طب مين ما ساعدش في حالة وحصل لها انفكشن؟ أو يعني ساعد في حالة وحصل فيها انفكشن؟ مين جاره حصل له انفكشن؟ هل في حد هنا ما شافش انفكشن ولا هيشوف؟ الباد نيوز انه للاسف كلنا احنا بقينا نفسنا انفكتد اصلا. اي حد يا جماعه بيشتغل في هاي فوليوم بليس لازم هيشوف انفكشن. فبالظبط يعني مثلا انا اكتر ثلاث حتت بشتغل فيهم القصر العيني ومعبد، انا بحب يا جماعه ادلع المستشفى، معهد ناصر بشتغل فيه كتير جدا وشفت فيه حالات جايه لي انفكتد وجايه من حته تانية وريفير عشان كم الشغل كبير. مستشفى الهلال انا بحب ادلع من كتر الشغل فيها، بيقولوا عليها انها مهلكه للدكاتره. فالثلاث اماكن دول من اكتر الحتت اللي اتعلمت فيهم هاو تو مانج انفكشن، من اول القصر العيني، معهد ناصر، الهلال. متاكد بقيه المستشفيات، بقيه الجامعات بيبقى عندهم. ودي المستشفيات اللي بتبقى اسمها هاي فوليوم لود هوسبيتالز اند سيرجنز. فانا عايز اقول لكم ان التوك ده اهم حاجه، غير السبب اللي انتم عارفينه انه كمان مشكله كلنا بنقابلها. الحقيقه بدل ما اعمل كيس لقيت ان احنا في ناس كتير معانا اخواتنا الاصغر سنا مش مقاما لازم يعرفوا ازاي دايجنوز انفكشن، لان دي كاتاستروفي لو احنا كمان حصل انفكشن وما عرفناش نشخصه. الاوبجكتيف بتاعنا يعني ايه الديفينيشن، يعني ايه بي جي اي في النيو ديفينيشن بتاعه، ايه الافيلبل جايد لاينز. لازم نعرف ان في حاجه اسمها امريكان اكاديمي انفكشس ديزيز سوسايتي اوف امريكا انترناشونال كونسنسس، كل الحاجات دي بنيت عليها التوك، وهنعرف ازاي نمشي واحده واحده، وفي الاخر هنند ان الجوريزم هاو تو دايجنوز انفكشن بسرعه كده. طبعا ده وان اوف ذا موست كاتاستروفيك كومبليكيشن، ربنا يا رب يبعدها عن كل عياننا وعن كل الناس اللي نعرفهم، لدرجة ان هو بدأوا في ارتكل اتقال ان بدأ يكتب على الانفكشن 100 مرة قد ما كان بيكتب زمان. وللأسف لغاية دلوقتي up till now no gold standards، مع انهم كل شوية يعملوا شوية recommendations و guidelines. احنا بنعرف ازاي انه في periprosthetic joint infection PJI، هقعد استخدمها يعني periprosthetic joint infection، ان يكون في sinus قديمة. دكتور محمود ما احد فينا لو لقى sinus اكيد infection، ان يكون عملت كالتشر لقيت نفس الباثوجين في تو كالتشرز في تو سبيسيمن، يعني لو بتاخد خمسه زي ما هنتكلم يبقى اثنين منهم اوت اوف فايف اتليست يكونوا ذا سيم مايكرو اورجانيزم. دي الميجر كرايتيريا، ساينس او اثنين. طب في ماينور كرايتيريا، قال لك اربعه من السته الجايين اي اس ار وسي ار بي كلنا عارفينهم، ساينوفيال وايت بلاد سيل كاونت. احنا كلنا بناخد بالنا من الوايت بلاد سيل كاونت في السي بي سي، ده مش نوت اور توك توداي، في الساينوفيوم اللي هو بنعمل اسبيريشن. في الساينوفيوم برضو بنشوف وات وي كول بوليمورفو نيوكليار ليوكوسايتس، يبقى اي اس ار وسي ار بي والساينوفيوم بنشوف فيه وايت بلاد سيلز وبوليمورفو نيوكليار ليوكوسايتس، يعني توتال كاونت والديفرنشال في بيريولنس، وممكن يبقى مايكرو اورجانيزم في وان كلتشر يعتبر ماينور كرايتيريا، او عملت فروزن سيكشن لحد طلع 5 نيوتروفيلز بير هاي باور فيلد. قالوا أربعة من الستة دول ممكن، فاكرين الروماتيك فيفر والبطنة والشغل، فهي شبهها في القصة دي. التوك ده زي ما قلت مبني على American Academy Guidelines Infectious Disease Society of America and International Consensus on Periprosthetic Joint Infection. ايه قصته ده؟ أحب كل الناس اللي هنا وأم مور ذان هابي زي ما بقول على طول، هو موجود على النت واللي عايزنا ابعته له على لينك اسمه Proceedings of International Consensus. الكتاب ده يا جماعه بجد ريفوليوشنايزد التريتمنت والدياجنوسيس بتاع البريبروستيتيك جوينت انفكشن، فلازم كلنا يبقى عندنا. اما عملت الامريكان اكاديمي ادولنا جافاد بارفيزي نسخه لكل واحد، وده موجود بي دي اف اقراه، هتلاقيه رادد على كل حاجه بما فيها سؤال زميلنا محمد زكي اما سالني على الكاثيتر، هتلاقوا الكلام اللي قلته له مكتوب فيه اللي هو فعلا هل احنا محتاجين يورين اناليسيس، وذيس از فيري جود كويستشن هاز بين اسكد باي هيم في كل الناس ولا لا. الحمد لله يعني دي اوت اوف ذا كونتكست،
الحمد لله I've been assigned as one of the speakers او الفاكولتي اللي هنعمل البروسيدنجز بتاعه 2018 ان شاء الله في فيلادلفيا ان عشنا وكلينا عمر اذا انا عديت من الانفكشن نفسي. ربنا يستر. ويتش تيست احنا قعدنا نقول كل حاجه. هنركز النهارده شايفين دول يا جماعه هيستوري اند فيزيكال اكزامينشن باك تو بيسكس اي اس ار سي ار بي اسبيريشن. لعلمكم لو انتوا عملتوا نص البرتقانه او فين سلامه او نص واتيفر اللي سلامه هيحبه في الحته دي هكون شخصت اغلب الناس. هيستوري اند اكزامينشن اي اس ار سي ار بي اسبيريشن طبعا بما فيهم الكالتشر. فالنص ده جاوب لي على السؤال. انما يا سيدي لو انت مرفه او لسه ما تعرفش الاجابه ممكن تحتاج ايمجينج ممكن تحتاج فروزن سيكشن وشويه الحاجات الاكسبنسيف اللي بنقول عليهم بايو ماركرز. اول كلمه اي اس ار وسي ار بي قديمه لقوا ان فعلا هم فيري سنسيتيف اند سبيسيفيك للانفكشن بس الكومبينيشن بتوع الاثنين احسن جدا لدرجه ان في حاجه اسمها سنسيتيفيتي او سبيسيفيستي ان انا بشخص بيهم. قال لك لو لقيت الاثنين عاليين ان يكون اللي عنده انفكشن عالي جدا بنسبه 97% وده سترونج ريكومنديشن. دايما بنقول ان الاي اس ار از ا جود رول اوت تيست يعني اذا لقيناه نورمال يبقى غالبا اللي عنده مش انفكتد. انما لو عالي زي ما كلنا عارفين ممكن يبقى فيه اسباب كتيره معليه. سي ار بي احسن واحسن وعشان كده وانت بتتابع العيان بتعمل له كذا معمل دايما تطلب السي ار بي ايفن وتعتمد عليه اكتر من الاي اس ار بس تطلب الاثنين. لان يعني زي ما عارفين الاي اس ار بيفضل عالي فتره طويله وينزل وممكن يتاخر قوي شهور وممكن سنه انما السي ار بي ممكن بينزل بسرعه وذين ويكس. فالاثنين بنقول عليهم رولينج اوت تيست والسي ار بي رولينج اوت احسن. طيب الاثنين عاليين يا دكتور محمود او واحد فيهم عالي او انا شاكك انهم عاملين اسبيريشن فانت دايما بتعمل اسبيريشن. لو انت عندك الاثنين عاليين او واحد فيهم عالي وانت شاكك عندك هاي اندكس اوف سسبشن. طب حضرتك انا معلش انا هبقى سريع شويه عشان المحاضره طويله. عايز تاخد اسبيريشن من الهب تعمل ايه؟ لازم توقف المضادات الحيويه ودايما بيقولوا ايه 2 ويكس. لازم تبعت الكالتشر تعمل حاجه اكستندد كالتشر وساعات المعمل يجيبها لك بعد 5 ايام بعد 10 العين طبعا هيروح يتخانق معاهم ويقول لهم عايزهم بكره. مفيش حاجه اسمها بكره. اتليست 3 5 دايز اب تو 14 وبليز افويد موضوع السواب. كل عيان هيجي لك العياده وتشك ان عنده انفكشن ويقول لك احنا رحنا خدنا منه مسحه هيرجع لك انفكتد وكده كل عيانينك هيرجعوا انفكتد وكلهم هيجوا لك كواج نيجاتيف كواجوليز نيجاتيف ستاف وده ممكن يكون كونتامينيشن ممكن يكون كومنسل. فعايزين نبطل البراكتس دي. ايه الارقام اللي هتبص عليها؟ الاي اس ار ملوش حاجه في الاكيوت. السي ار بي اكتر من 100. البوليمورفو نيوكليير الوايت بلاد سيل في الساينوفيوم هيبقى اكتر من 10000 والساينوفيال اكتر من 90% البوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتس. يبقى ثلاث ارقام اكتر من 100 سي ار بي عالي جدا. بوليمورف النيوكليير ليوكوسايتس اكتر من 90% والوايت بلاد سيلز اكتر من 10000. طب في الكرونيك يا دكتور محمود عشان الاي اس ار بياخد وقت فقلنا في الكرونيك اكتر من 30 سي ار بي اكتر من 10 الوايت بلاد سيل كاونت اكتر من 3000 والبوليمورف النيوكليير ليوكوسايتس اكتر من 80% وده في الكرونيك. اوكي طب يا دكتور محمود الروماتويد ارثرايتس ودي كلنا بنقابلها بيبقى العيان اصلا عنده اي اس ار وسي ار بي عاليين هعرف ازاي هو انفكتد؟ حاولت ادور على رد السؤال ده الرد هيجي في الاخر بس لغايه دلوقتي ريكومنديشن نو تشينج. عاليين يبقى انت يو هاف تو كونسيدر ذيس بيشنت انفكتد بنفس القيمه. طب حضرتك احنا لقينا ديسكريبنسي يعني لقينا الاي اس ار والسي ار بي عاليين وبعدين جينا نعمل له اسبيريشن كلتشر طلعت نيجاتيف او دراي تعمل ايه؟ تروح العيان؟ لا عيد الاسبيريشن تاني. وزي ما قلنا لازم توقف المضاد الحيوي. ليه بتوقف المضاد الحيوي؟ لان قال لك في حاجه اسمها الكلتشر ييلد بتاع ان البكتيريا تطلع بتبقى لو في العيانين اللي بياخدوا انتيبيوتكس عشان الايلوشن في الانتيبيوتكس في الساينوفيال فلويد بينترفير انك تقدر تدايجنوز وتايزوليت الاورجانيزم في الكالتشر. بنعمل لهم بلين راديوجراف بس لوحدها ممكن يبقى في ساينز مع الكرونيك انفكشن يبان عليه. تعمل لهم بون سكان. مين هنا بيعمل بون سكان روتين في الانفكشن؟ ترول اوت ده جميل جدا يا جماعه. اول سنه لسنتين هيبقى هوت هيبقى فولسلي هوت بعد اي بروسيجر. فانا اي دونت ريكومند ان انت تعمله انليس ان انت ما وصلتش لدايجنوسيس وديفينتلي نوت بيفور ذا فيرست اور سكند. يعني كانوا في انجلترا لغايه سنتين بيعتبروا ان هو هيبقى فولسلي بوزيتيف. انما اتس ان اوبشن لو انت ديد نوت استابليش ذا دايجنوسيس بالحاجات الثانيه والعيان نوت سكيدول فور سيرجري يعني يعني ما عندوش سيمتومز. طب ليه هننفستيجيت؟ عشان بره يحبوا يتابعوا العيان حتى لو ما عندوش سيمتومز. السي تي والام ار اي تقدر تدايجنوز بيهم انفكشن؟ ممكن طبعا
بس مش دول الكرايتيريا بتاعت الميجر كرايتيريا بتوع الانفكشن. انت هتعملهم عشان تشوف انت هتعمله ايه في السيرجري لو انت محتاج، لو هتعمله تو ستيج ريفيجن او سنجل ستيج او واتيفر. فانت عشان كده سواء سي تي ام ار اي وبون سكان تخيلوا مش لازم تعملهم روتين. الجرام ستين يا دكتور محمود سمعنا ان احنا بناخد عينه ونعمله جرام ستين، اكشلي دي ريكومند اجينست. ليه؟ لانها عندها حاجه اسمها نيجاتيف لايكلي هود ريشيو كبيره، وده معناها ان هو مش جود رول اوت، يعني مش هتقدر تقول انه العيان ده خالي من الانفكشن اعتمادا على الجرام ستين. فعشان كده ما تشغلش بالك. فروزن سيكشن يعني لغايه دلوقتي نطلع من لغايه دلوقتي تيك هوم مسج الدكتور محمود زي ما قلت اي اس ار سي ار بي، فاكرين اول سلايد طبعا بعد الهيستوري والاكزامينشن اي اس ار سي ار بي والساينوفيوم، والساينوفيوم بعت عملت منه كلتشر، والكلتشر انت عايز اورجانيزم و والساينوفيوم هتطلع منه توتال وديفرنشال لوكوسيتك كاونت. فروزن سيكشن، طب افرض انت عملت الكلام ده كله وهتاخد العيان يا تعمل له يا سنجل ستيج يا تو ستيج، وزي ما هنقول بكره غالبا بيبقى تو ستيج. فانت واخد العيان وانت مش عارف لغايه دلوقتي ما فيش انسر، وعدت وعملت جوه العمليه تقدر تعمله تيست اسمه فروزن سيكشن. الجونيورز اللي لسه ما يعرفوهوش يعني بنعمل ايه؟ بناخد عينات بنفتح العيان نغسله كويس جدا وننظفه، وبعدين ناخد عينه تيشو ونبعتها للباثولوجيست بتكون متفق معاه قبلها، يجي لك العمليات مش العمليات يكون موجود في المستشفى، بياخد حوالي 20 مينتس بيقطع ده باجهزه معينه وبيكزامن اندر هاي باور فيلد، ويقول لك انا لقيت بي ان الز او بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتس اكتر من 5 او اكتر من 10 بير هاي باور فيلد. فيجي يتصل بيك يقول لك انا اقل من 5 او اكتر من 5 او اقل من 10 اكتر اقل من 5، بنكون احنا عاملين بنغسل ونسيق العيان ونعمل كل حاجه، اتفضل يا عم كمل. يطلع اكتر من 10 شكرا العيان ده كويري انفكشن، هنحط سبيسر تاني. فدي حاجه بتتعمل. انا اي واز لاكي تو بي تو بارتيسيبيت ان ذس ستادي، ودي كانت في 2012 بي جي جي، وكنا عملنا حوالي 126 عيان ريفيجن سواء توتال ني وتوتال هيبس، وكنا طلعنا انه فعلا النيجاتيف النيجاتيف بالذات اللي بيجي يقول لك ده نيجاتيف اتس فيري جود تيست ويز ريجارد تو رولينج اوت انفكشن. ولقينا من ضمن الاستاذ لما قارنا بالاي اس ار والسي ار بي، لو انت عندك العيان اي اس ار وسي ار بي نيجاتيف والفروزن سيكشن خلاص بقى ده اولموست السبيسيفيستي بقت 100%. طب كلشر يا دكتور محمود هناخد كم واحده؟ واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه؟ دايما خد خمسه على الهيب زي ما بنقول كل مره، اثنين من الفامورال ممبرين واثنين من الاسيتابولار ممبرين وواحد من الكبسول، يبقى انت كده عندك خمسه ومن ديفرنت اريا، وما تجيش على حته نظيفه وتاخد منها، بالعكس تعالى على اسوأ حته وخد منها الكالتشر. ليه؟ لانها تبقى موست ريبريزنتاتيف، وحاول تنوع وما تتسرعش، وبتاخد من كل حاجه وخمسه سبيسيمن. ليه؟ فاكرين لما قلنا لازم اثنين اوت اوف فايف يكونوا ذا سيم مايكرو اورجانيزم، حتى بيسموها فينوتيبيكلي ذا سيم مايكرو اورجانيزم. هتعمل ايه؟ افرض ان جاي لك عيان واحده بس من خمسه بس فيريولنت ام ار اس اي، دي ينفع تبقى كومنسل؟ صعب. فكده يبقى للاسف العيان ده عنده ام ار اس اي، فهم بيقولوا كفايه واحده لو كان الاورجانيزم فيريولنت. طب جالك حاجات تانية زي الكومن كونتامينتس الكواج نيجاتيف، ودي لازم تبقى حافظها، بروبيوني بكتيريوم اكتس دي بيتقال شود نوت بي نيسيسارلي كونسيدرد از ايفيدنس اوف انفكشن. طيب انت هتودي زي ما قلنا لازم من 5 ل 14 يوم، وما تخليش العيان يستعجل ويروح يتخانق معاهم. انما لو عيان عنده لو فيريولنس ولقيت حتى ال 14 يوم عدت وهم ما فيش مشكله، في حاجه اسمها اكستندد كلتشرز ممكن تصبر معاه، ودي حصلت مع والد زميل لينا كنت بعمله، وعبال ما لقينا الاورجانيزم جرون اب افتر 14 بالذات في المالتي ريزيستنت اورجانيزم وهو اللو فيريولنت اورجانيزم. حاجه تانية مهمه جدا، ممكن يحصل فانجس للاسف وكلنا ما بناخدش بالنا منه، او يكون العيان عنده تي بي. فاحنا في اي حته انديميك او اي حاجه العيان ده مالتي ريزيستنت او مش لاقيين له اورجانيزم، يو هاف تو اسك فور كلتشرز للفانجاي وللاسيد فاست باسيلاي او تي بي، دول مهمين جدا. طب بلاد كلتشرز يا دكتور محمود بنسمع عنها بنعملها في كل عيانين، الحقيقه ليها سبيسيفيك انديكيشنز. ايه الانديكيشنز بتاعتها؟ يكون العيان عنده في الاكيوت ستيج عنده فيفر اكيوت اونست اوف سيمتومز زي ما قلت، ويكون انت عارف ان عنده كونكوميتنت ات ذا سيم تايم انذر سايت اوف انفكشن، فده ات مايت ورك از سيبتيك فوكس وبيحصل منها هيماتوجينس سبريد للتوتال هيب اللي انت عامله. هل هنعتمد عليها في كل عيان؟ الحقيقه لا، ومش 100% سبيسيفيك، بس في الحاجات اللي زي دي اكيوت اونست وفيفر وكونكوميتنت انفكشن وباثوجين كانوا ساعتها بيسحبوها. الحقيقه الجود ثينج اباوت البراكتس بره ان في انفكشس ديزيز سبيشالست
او بره بيقولوا انفكشنولوجيست، عارفين الفرنساويين بينطقوا بطريقه معينه، ده بيبقى معاك. انا ما كنتش بكتب انتي بايوتكس، بيطلع لك كان اسمه مستر جريج، بيعدي على العيان بيشوف ايه اللي ينفع يتاخد ولا ما يتاخدش، وهو اللي بيشوف احسن حاجه للكلى ويشوف حاجه اسمها ترافو بيك. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده للاسف، مفروض ان احنا نديفلوب الكلام ده، بس لغايه الكلام ده ما يبقى موجود لازم تمشي على نفس الراشونال. يعني لما يبقى عندك اثنين انتي بايوتكس اكوردنج كلتشر والسنسيتيفيتي، تشوف العيان بتاعك رينال ولا هيباتيك، وتعرف الدراج ليفل، هل عنده كونتر اندكيشن ليه، هل حصل منه سايد افكتس ولا لا. بروفيلاكتيك انتي بايوتكس اختلف فيها الفقهاء، دي كانت طالعه 2010 ريكومنديشن نمبر 14، كانوا قايلين لو انت واخد العيان تغسله، لو سمحت وقف المضاد الحيوي قبل ما تغسله. طلعت الكتاب الجديد الكونسنسس في 2013 الحقيقه ممكن ما توقفش، قالوا مش فارقه، سترونج كونسنسس انه ممكن ما توقفش المضاد الحيوي. وذيس واز فيري جود نيوز ليا، لان انا ببقى ساعات واخد العيان اكيوتلي ومتضايق ان انا هوقف المضاد الحيوي وهو سيستميكلي انويل ولازم ادخله ولازم تقعده يومين، فتقال انه مش فارقه. طب العيان بقى اللي انت واخده تعمل له ستيج او يا سنجل ستيج او تو ستيج، انت مش متاكد اذا كان انفكتد ولا لا، يعني حاجه اسمها لو بروبابيليتي اوف انفكشن، واحنا بنبقى حاسين كجراحين العيان ده غالبا مش انفكتد كويس والحاجات كلها طالعه نيجاتيف، فساعتها ممكن تدي له مضاد الحيوي قبل ما تبدا. لو طلع موجود في انفكشن لا قدر الله، كرامه هتديه خلال 1 اور قالوا مش فارقه. هل في اذر موداليتيز ولا هو الاي اس ار والسي ار بي وبعدين الاسبيريشن زي ما قلنا وعمالين بنعيد؟ في الحقيقه العلم الحديث لقى شويه سايتوكاينز كتيره، جروث فاكتورز، اكيوت فيز رياكتنس اتسترا. انما انا حبيت الفت انتباهكم، كل المؤتمرات دلوقتي بتتكلم على الاتي: سينوفيال فلويد انفلاماتوري ماركرز انكلودنج انترلوكين 1 و6، وده بيشوفوه في الدم وكمان في السينوفيا، والسي ار بي احنا ما خلصناش منه في الدم، طلعوا كمان بتقدر تشوف سينوفيال فلويد سي ار بي. وانا اتصلت مره بالمختبر كنت بسال عن انترلوكين 6 وكان بسعر غالي شويه، وبعدين بتكلم معهم طب ينفع، فمش كل الموداليتيز تبعتها للعيان مثلا المعمل معين الا لما تتصل وتتاكد ان هما بيعملوه، يعني لازم تبقى عارف لانه مش موجود في كل حته، لازم يكون عندهم الكيتس اللي تعمل الكلام ده. في اثنين، في واحد اسمه البريجننسي تيست وده كان مشهور جدا، عملوا برضو جافاد بارفيزي، ده زي اللي ماسك المتعمق جدا في الانفكشن وهو اللي عامل الانترناشونال كونسنسس، كانوا طلعوه برضو من امريكا، عباره عن حاجه اسمها اليوكوسايت ستريز ريجنت والال اي ار. ده ليه بيسموه البريجننسي تيست؟ لانه الحقيقه شيء، فاكرين يا جماعه عارفين الستريبس بتاعك اللي بنحطها على مناسبه اليورين اناليسيس بتعرف كان عنده يو تي اي او لا، او شرايط السكر او شرايط الحمل، انت مجرد بتحط نقطه من السينوفيوم عليه الجوينت اسبريت وبيحتاج دقيقه اتغير الكلر بتعرف اذا كان انفكتد ولا لا، وعلى حسب الكميه التغير قد ايه. وده لقوا ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعته عاليين برضو. انما طلع بعدها بكام سنه الالفا ديفنسن، او بعدها بسنتين ثلاثه، والالفا ديفنسن ده دلوقتي يا جماعه اسمه ساينوفا شور، وده موجود في الماركت وموجود دلوقتي في ناس بيستخدموه عمال على بطال. يعني في الايفورت اللي فات كان حد بيقول لي ان بيستخدموه اون افري سنجل بيشنت سسبكتد اوف انفكشن. هو غالي بس هم عندهم في المستشفى بيستخدموه وموجود. هو عباره عن ايه؟ انتي مايكروبيال بيبتايد النيوتروفيلز بتسكريت ان ريسبونس تو الباثوجنز، وبيقولوا ان باراليلد اكيرسي السنسيتيفيتي بتاعته 97% وسبيسيفيستي 96%. طبعا زمر اللي هم عاملينه بره او تبعهم في ناس كايبين بيبرز اب تو 100%. طبعا nothing is 100% بس ده اللي بيقولوه. ولقوا انه consistent results irrespective الاورجانيزم الجرام تايب اتسترا، وعشان كده بيقولوا ان هو ايديال بايوماركر. في بيبر طلعت قارنته في 2014 بالال اي ار او البريجننسي تيست اللي قبله او اليوكوسايت استريز، وقالوا ان السينوفيال فلويد الفا ديفنس ده بي اوت بيرفورم وجايب نتائج احسن جدا. One of the key papers I came across last year او actually في 2015 اخرها from bench to bedside قالوا ان الالفا ديفنس the biggest thing in joint replacement infection since prophylactic antibiotics. ده يا جماعه statement قويه جدا. ليه؟ لان قالوا انه عندنا حاجتين، لو العيان ماشي على انتي بايوتكس وبتيجي تعمل له حاجه ما بتبقاش عارف هو انفكتد ولا لا، او بتديك كونفاوندنج فاريبل تاني ياثر على حكمك وذر انفكتد او لا. فاكرين لما قلنا الروماتويد ارثرايتس والانفلاماتوري ارثروباسيس كلهم ما بنبقاش عارفين ليه صاروا سي ار بي عالي؟ بسبب الروماتويد، بسبب بينج بارت اوف ذا ديزيز، ولا بسبب الانفكشن؟ قال لك ان الالفا ديفنسن ما بيفرقش معاه.
العيان لو بياخد انتيبيوتيك او سيستميك انفلاماتوري ارثروباثي لو بوزيتيف يبقى هو انفكتد. حاجه ثانيه، اي تيست بيتاثر بوجود دم، وعشان كده ال اي ار البريجننسي تيست، لو العينه بتاعت ساينوفيا ساعات وانت بتشد الساينوفيا بتاخد بيبقى فيها دم، فده بيطلع فولس ريزلتس. انما مع ده قالوا برده ما بيتاثرش وذر السامبل فيها بلاد او لا. وعشان كده الحاجتين، انك تقدر تدي العيان اون انتيبيوتكس او عنده سيستميك انفلاماتوري ارثروباثي لو طلع بوزيتيف يبقى هو دايجنوستيك للانفكشن. لازم يا جماعه زي ما اتفقنا تحاول تديفلوب يور اون ام دي تي. يعني ايه ام دي تي؟ يعني مالتي ديسيبلينري تيم تمشي بيها في كل حاجه زي ما قلنا الصبح. لازم تانفولف مايكروبيولوجيست فارماسيست باثولوجيست. ان شاء الله انت تقرا وتعمل وتشوف مين احسن حد، ومع الخبره تبدا يبقى ليك واحد انت متاكد. انت اكشلي ايرلي اون تريننج بتاعك وانت كونسلتنت جونيور، ايوه وانت لسه هتتمرن، كلنا يا جماعه بنتعلم. الدكتوراه مثلا اللي داخلينها مش هي بدايه، مش هي نهايه الطريق، دي بدايه الطريق اكشلي لغايه ما نموت ان شاء الله كلنا جميعا، قولوا امين، هنفضل نتعلم. لازم يبقى معاك حد روماتولوجيست كويس، راديولوجيست، انترنست، بلاستيك. تخيل اقل واحد في المنظومه دي واخر واحد هو الاورثوبيديك سيرجن، اسهل حاجه في الموضوع الجراح. انما انك توصل للدياجنوز صح محتاج كل دول، الى جانب انك لازم تعرف العيان وتعرفه كل حاجه، لان وانس انفكشن حصل عقبال ما بتعالجه بياخد وقت طويل جدا. انا اي ديفلوب ذات وايل اي واز ان يو كي، وبدات مرجع ابدا ازود البيشنت نيم ايج كل حاجه اكني مسجل دكتوراه، وتكتب اول مره شفته فيها كان السي ار بي كام، بعد كده كام، لانك زي ما هنشوف بكره انت هتقعد العيان ده حوالي 6 اسابيع 6 ل 12 اسبوع لو مش كاتب عندك جدول، وبخلي العيان بتوعي يعملوا جدول السي ار بي في اليوم الفلاني كان كذا، السي ار بي بعدها باسبوع كان كذا، لانك بتمشي بحاجه اسمها ترند. مش مهم ان السي ار بي يرجع نورمال عشان تعمل العيان السكند ستيج، المهم الترند. يعني ايه؟ يعني النهارده كان السي ار بي 80، بعد اسبوعين بقى 50، بعد اسبوعين بقى 20، بعد اسبوع بقى 12. رخم جدا السي ار بي ده، النورمال بتاعه 10 يا دكتور محمود، او في بعض المعامل بيطلعوه 6، طالما وصل لتسعة وربط او 10 نوت كويت نورمال، بره بيقول لك ما تستناش انه يبقى نورمال عشان تعمل السكند ستيج. المهم وات وي كول ذا ترند اللي هو ماشي فيه، which means decreasing trend. هرشين يا جماعه لغايه دلوقتي كويس. يبقى تاني هنعيد الجوريزم يا دكتور محمود، احنا خدنا كميه معلومات عايزين ندخلها بقى عيان جلنا، فقول لنا بقى نعمل ايه. اول حاجه قلنا اصدقائنا الاي اس ار والسي ار بي، يا يطلع بوزيتيف يا يطلع نيجاتيف. طلع بوزيتيف الاثنين، طلع انا اسف هنبدا بالنيجاتيف، طلع نيجاتيف الاثنين يبقى غالبا ده مش انفكتد. عايز تتاكد قوي ريبيت الاي اس ار والسي ار بي تاني الى جانب الهيستوري يعني اكزامينشن اتسترا. فطلع نيجاتيف وفضلوا نيجاتيف يبقى انفكشن انلايك، خلصنا من واحده. طب حضرتك للاسف طلعوا بوزيتيف، نعمل ايه؟ اسبيريشن. فاكرين قلنا الماجيك او الباسوردز بتاعتنا اي اس ار سي ار بي وبعدها اسبيريشن. حضرتك بعد ما عملنا الاسبيريشن هنعمل له ايه؟ هنعمل مع الاتي، هنبعته كلتشر، وتبعت في نفس الوقت لو سمحتوا ادوني التوتال ليكوسيتيك كاونت. فاكرين ما قلنا في الاكيوت بيبقى التوتال ليكوسيتيك كاونت حوالي 10,000، وفي الكرونيك بيبقى 3,000، ده التوتال. وقلنا في حاجه اسمها بي ام ان الز اللي هي بتبقى اكتر من 90% النسبه بتاعتها في حاله الاكيوت، واكتر من 70-80% في حاله الكرونيك. هو دول العددين اللي انا بكررهم عشان تحفظوهم. طيب بعد ما عملنا كده دول يا يطلعوا بوزيتيف، كل ده الاثنين طلعوا بوزيتيف يبقى معناها ايه؟ انفكتد. يبقى احنا كان اي اس ار وسي ار بي عاليين، عملنا اسبيريشن طلع لنا كلتشر او الاثنين سواء توتال وديفرنشال ليكوسيتيك كاونت عاليين، يبقى ده كده بوزيتيف، يبقى ده كده انفكشن از لايكلي. طب حضرتك طلعوا نيجاتيف او مش نيجاتيف، واحده عاليه والثانيه مش عاليه، فبدانا نشك، فنعمل ايه؟ هنسيب العيان؟ لا، لو طلع واحده فيهم بس بعد ما طلعوا الاثنين، واحده فيهم بس اللي الاثنين نيجاتيف يبقى هو ده انفكشن انلايكلي. طب حضرتك واحده فيهم بس اللي بوزيتيف، نعمل ايه؟ هنعيد تاني الاسبيريشن تاني. يبقى انا بعد ما شفت دول الاثنين بوزيتيف خلصنا، واحده فيهم بس اللي بوزيتيف، هتعيد تاني الاسبيريشن. بعد ما عدت الاسبيريشن طلعوا الاثنين نيجاتيف خلصنا، هنرجع تحت انفكشن انلايكلي. طب واحده فيهم بس اللي بوزيتيف، هنعمل ايه؟ هنعيد الاسبيريشن تاني زي ما عملنا. بعد ما نعيد الاسبيريشن تاني يا دكتور محمود هيبقى عندنا الاتي، بعد ما عدنا الاسبيريشن لقينا الاثنين بوزيتيف يبقى ايه اللي هيحصل؟ ده غالبا انفكتد. طب حضرتك هنيجي بقى للحاجه الاصعب، ان انا جيت اعمل لقيت انه
لا الريبيتد اسبيريشن ما طلعش ان في نيجاتيف، يعني طلعوا الاثنين نيجاتيف. يعني كده كان عندي في الاول اي اس ار وسي ار بي كانوا عاليين عشان امشيت في الالجوريثم ده، وبعد ما عملت الريبيتيتيف اسبيريشن طلع لي نيجاتيف او دراي اسبيريت. هسيب العيان. لو انت شاكك ان العيان ده انفكتد ايه الحل بتاعه؟ محتاج تعمله ديبرايد، محتاج تاخده للثيتر، محتاج تعمله سنجل او تو ستيج. ايه الحل ساعتها؟ هتقوم عامل له الفروزن سيكشن صديقنا اللي اتكلمنا عليه، فاكرين ما قلنا بتعمله له انترا اوبراتيف، ومعاه ممكن ترجع تاني تعمله ساينوفيال توتال اور ديفرنشال لوكوسيتيك كاونت اللي هو البي ام ان الز، وتشوف طلع بوزيتيف يبقى العيان ده زي ما قلنا بنوقف الجراحه، بنبقى بنغسل يبقى العيان ده انفكتد. طيب ما طلعش يبقى غالبا مش انفكتد. طب افرض ان العيان ده مش سيمتوماتيك وانت مش ناوي تعمل له عمليه، ممكن ساعتها تعمل له ايه؟ البون سكان اللي هو ساعتها بالتايبس بتاعته اللي بتديتكت الانفكشن اللي قلنا عليها، او يمكن ما جاش الفرصه قوي، اللي هي اسمها وايت بلاد سيلز ليبلد او كومباين جاليوم تكنيشن بون سكان، ودول غاليين جدا. هو ليه يا جماعه بيخلوه هنا؟ احنا في مصر على فكره يا جماعه الكومباين جاليوم ده اذا لقيته 3 و4000 جنيه، الانديوم 111 ليبلد وايت بلاد سيلز ب 10000، وساعات العيان بيطلع عينه عقبال ما بيجيبوا الحاجه وبيبقى افيلبل. طيب طلع نيوكليير ايمجينج نيجاتيف يبقى انفكشن انلايكلي. دكتور محمود انا فصلت منك، ممكن تعد لنا؟ ايوه هو ده اهم حته في المحاضره. اول حاجه هنبدا بيها ايه؟ اي اس ار وسي. صلى على النبي الاول. اي اس ار وسي ار بي، ثانيه، اي اس ار وسي ار بي نيجاتيف بقى ايه؟ مفيش انفكشن. بوزيتيف هن اسبيريت، لقينا الاثنين فيهم عاليين اللي هو السيل توتال والديفرنشال والكالتشر بوزيتيف يبقى ده انفكشن. لقينا لا ما لقيناهمش عاليين يبقى خلاص، يبقى هنشوف لو واحده فيهم بس اللي عاليه ولا واحده فيهم عاليه ولا الاثنين واطيين. الاثنين نيجاتيف يبقى خلاص انفكشن انلايكلي. طب واحده فيهم عاليه والثانيه او بوزيتيف والثانيه مش بوزيتيف، يبقى ساعتها هنريبيت الاسبيريشن. عدنا الاسبيريشن لقينا الاثنين برضو بوزيتيف، يبقى احنا كده انفكشن لايكلي. طيب مش بوزيتيف، يبقى احنا هل نقدر نكسكلود؟ لا، اللي عنده محتاج جراحه ديبرايدمنت، يبقى جوه العمليه هعمل له الفروزن سيكشن واحلل له ثاني ساينوفيال وايت بلاد سيلز توتال وديفرنشال. طيب لو انا عنده مش بلاند مش سيمتوماتيك بس عايز اعرف هو انفكتد ولا لا، فممكن ان ذا انترم تعمل له نيوكليير ايمجينج، طلع نيجاتيف يبقى انت كده اطمنت، شكرا روح وهاته بعد 3 شهور تطمن ان الدنيا كويسه. طيب بوزيتيف يبقى في انفكشن. نقدر نلخص الكلام ده في حاجه واحده، every patient with pain infected until proved otherwise. دي حاجه بيسموها الكوست افكتيف ابروتش او بينج سيستماتيك، الى جانب الهيستوري فيزيكال اكزامينشن. ولتسهيل الالجوريثم اللي انا كنت بقوله انه اي اس ار وسي ار بي طلعوا بوزيتيف او واحد فيهم بوزيتيف، بليز اسبيريت. طب اسبيريت وبرده يعني كانوا بوزيتيف والاسبيريشن طلع نيجاتيف او دراي، يبقى عيد تاني لو سمحت اسبيريت تاني. لقيت واحده فيهم بتلعب يبقى عيد تاني، ما كانش يبقى انت لو ناوي تعمل عنده عمليه جوه العمليه هتعمل له ايه؟ فروزن سيكشن او تعيد له ساينوفيال وايت بلاد سيل توتال وديفرنشال. طب مش ناوي تعمل له عمليه والعيان مش سيمتوماتيك، ما تسيبوش برده كده، لازم تعمل له بونس كان طلع نيجاتيف، ممكن تشوف العيان تاني بعد 3 اشهر وتري اسس. اوكي تمام. تاني بوصيكم ان البروسيدنجز اوف ذا انترناشونال كونسنسس ميتنج ده مهم جدا ان كلنا نقراه، جيت ذا بوك ريفرنس ذا بوك دو وات ات سيز ان تيم ابروتش، لان هو بيعرفك كل حاجه مش على الدايجنوزس بس، و avoid your next revision by minimizing the risk. To cut the long story short, please think guidelines and take into consideration in new modalities الى جانب الثري buzzwords اللي قلنا عليها ESR, CRP, synovium, aspiration of the synovium, culture. وبعدين ما وصلتش لحل، عندك يا الفروزن سيكشن او البون سكان لو انت مش planning surgery. Thank you very much. في اسئله، في اسئله دقيقه واحده اسئله، هو رفع الاول وفي الهلال بقى ومعايا وكده، فلازم بس انا عايز اعرف بالنسبه للاسبيريشن هي كونسيدر ان هي انفيزيف، هل هو ده اذا كومن براكتس ولا هيكون عاجل سينسيتك ريبليسمنت؟ وافكر في اسبيريشن اذا كنت حضرتك ده كومن براكتس مع سيادتك، يعني حضرتك عارف سيدر ولا ده سؤال مهم جدا يا جماعه. زي ما قلنا لو انا شاكك ان ده هايلي لايكلي ان العيان ده انفكتد، طبعا هعمل له اسبيريشن وبعمله في الثيتر، لانك انت لو عملته بره ممكن تعرض انت لو ما كانش انفكشن تدخله انفكشن،
اندر ايمج كنترول. طب زمان وكلنا كنا بنعمل كده، كنت بتعمل بولس اوف سالاين عشان تضمن ان هو ما يبقاش دراي اسبريت وترجع تعملها. الكلام ده مش صح و اتس نو لونجر كونسيدرد، فهو اتس اكسبتد دراي اسبريت، تجيبه تاني لو انت لسه شاكك وتعمل له تاني انذر سيت اوف اسبيريشن او تلجا لحاجات تانية. ما انا بقى قلت ما عشان كده انت مش هتحتاجه الا في الاخر خالص اذا ما عرفتش اكسكلود والعيان بتاعك مش محتاج سيرجري. والحقيقه السيناريو ده مش في مصر، احنا عندنا عيان يا انفكتد يا مش انفكتد فخلاص، فاحنا مش هنواجهه قوي في مصر. في اماكن بس انا مش هينفع بوبيولارايز فور ده، بكره هنقوله ده ده النهارده دايجنوستس. انما رول اوف ووش دي حاجه اسمها دير بروسيجر، دير بروسيجر يعني انت هتعمل ديبرايدمنت اند امبلانت ريتينشن، دي اسمها دير معروفه جدا وهنقولها بكره. عاده وات اي فاوند انه 1 تو 2 ويكس بس تيك انتو كونسيدريشن لو عيان فعلا كويري انفكشن جيتنج سيستميكلي انويل سيبسز يعني مش هتسيبه طبعا ده خلاص، وده مشخص نفسه لما محتاج كلتشر طبعا هتدخل وتاخد كلتشرز وتعمله دير بروسيجر. اخر سؤال عشان دكتور محمد يونس اتفضل. لو في ديسكريبنسي سيبك من الالجوريزم، هو القصه تيك هوم مسج نفرض عندك الاي اس ار عالي والسي ار بي واطي او ثواني او التوتال ليكوسيتيك كاونت عالي بس الكالتشر نيجاتيف، يعني حاجه من دول طالعه وحاجه نازله، يبقى معناها انك انت لازم تعيد الاسبيريشن وتفضل شاكك. بس لو عيت لا لو عيت وطلع نفس الكلام هنرجع بقى ندخل انك تدخله عمليات وتعمله فروزن سيكشن اذا كنت ناوي تعمله ستيج ريفيجن او وان ستيج. لو انت مش هتعمل له حاجه وده السيناريو ده بره مش عندنا، بس انا فور كومبليتنس شرحته بتعمل له البونس كان. نشكر الدكتور محمد عبد الكريم. شكرا دكتور محمد يونس. اوكي السلام عليكم يا جماعه. طبعا كميه معلومات قويه وشديده، وبعدين في اخر اليوم هنحاول نخلي الفاشن دي شويه انتراكتيف شويه اكسرسايز اكتر منها معلومات بقى ورا بعض، هي في الاخر برضك هترسى على معلومات ورا بعض، بس هنحاول نخليها يعني مريحه اكتر او فيها اكسرسايز او برين ستورمينج اكتر. احنا هنشوف دلوقتي كلنا نبص على الاشعه اللي قدامنا دي. احنا طبعا بعد ما اتعلمنا الاكس راي وتعلمنا الحاجات دي كلها اكيد احنا شايفين حاجه قدامنا مش طبيعيه، مش مفروض انه يبقى شكلها كده. فمثلا دكتور ايه راي حضرتك في الاشعه دي؟ ستيل تاتشنج ميديال اوكي، يعني معنى كده الانتري بوينت. طب لا في حاجه ثانيه مور ايفيدنت؟ يس بيرموسيك فاشا تايب بي. جميل جدا باري بروثيتك فراكتور. طب راي حضرتك يا دكتور لو عايزين نحطه في كلاسيفيكيشن ده يبقى كلاسيفايد اكوردنج تو وات وتحطه اني ستيج؟ Actually, يعني هو بيستخدمه لفانكوفر. تمام. According to the site of the fracture and the stability of the stem. تمام، اوكي. طب رأي حضرتك، يعني كل اللي انتوا بتقولوه صح، بس رأي حضرتك ده ممكن يبقى فانكوفر تايب؟ تايب بي. بي 1 ولا 2 ولا 3؟ بي 2 I think. تمام، كل الكلام اللي قالوا اللي قالتوه حضراتكم وكل الكلام اللي قالوا الدكاترة مظبوط جدا. هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، الباري بروثاتيك فراكتشر in total hip arthroplasty او in arthroplasty عامه. احنا عايزين في خلال بس ربع ساعه، وطبعا التايم از فيري ليميتد، نطلع بالاوتكم ده ان احنا نبقى عارفين الكلاسيفيكيشن بتاعه الفانكوفر ونعرف الموداليتيز اللي احنا هاو تو مانج وايه فايده الكلاسيفيكيشن دي اساسا احنا عاملينها ليه. نبدا بسرعه كده على الكلاسيفيكيشن، بس طبعا مش عارف الصوره مش واضحه ليه، بس ببساطه خالص احنا عندنا فانكوفر تايب A B and C. طيب ايه اللي هو التروكانتريك فراكتشر؟ سواء الجريتر تروكانتر يبقى ايه جريتر تروكانتر او لسر تروكانتر، وتايب بي يعني فراكتشر اراوند ذا ستام اوف ذا بروسيسز او شورتري بيهايند ذا تيب اوف ذا بروسيسز، وتايب سي اللي هو فار اواي فروم ذا تيب اوف ذا بروسيس. خلاص احنا كده خدنا بسرعه كده سمرايزيشن للكلاسيفيكيشن اللي احنا موستلي بنستخدمها، وهي حتى موجود كلاسيفيكيشنز ثانيه فهي ريبروديوسبل من الفانكوفر نفسها. هنبدا طبعا الكيسز مش بالترتيب اللي هي مكتوبه بيه لان احنا عملنا ريدكشن للتايم شويه، بس خلينا كده نبص على الاكس راي اللي الدكتور كلمنا عنها. الدكتور قال لنا فعلا انا شايف ان في باري بروثاتيك فراكتشر، خصوصا لو عرفنا ان العيان ده بدا يكومبلين بعد هيستوري اوف تروما وبدا ما يبقاش قادر يويت بير، وعملنا الاكس راي دي لقينا فعلا
في عندنا فراكتشر وفعلا قلنا ان دي تايب بي، مش عارفين قوي هي تايب بي 1 ولا بي 2 اكوردنج للاستابيليتي بتاع البروثيسيس. طيب لو راي حضرتك شفت الاشعه دي حضرتك تحب تعملها ايه؟ ده يعتمد على الاستابيليتي بتاعت البروسيس. لو كان البروسيس ستيبل ستيبل هعمل له انترنال فيكسيشن. هتعمل له انترنال فيكسيشن، انترنال فيكسيشن باي لوك ذا بليت. لوك ذا بليت، لوك ذا بليت. تمام دكتور قال لنا فعلا احنا هنعمل اوستيوتنسيس بلوك ذا بليت. تمام طيب هيبقى لنا مشكله في اللوك ذا بليت ان احنا بروكسيمالي هاو وي كود باس، احنا طبعا عارفين لوك ذا بليت دي فيكسد انكل ديفايس، هاو وي كود باس ذا بروكسيمال سكروز. راي حضرتك ممكن نحل المشكله دي ازاي؟ هيبقى كورتيكال، هحط كورتيكال على الكورتيكال بس. يوني كورتيكال ممكن فعلا نحط يوني كورتيكال. في حل تاني بالظبط احنا ممكن نستخدم كيبلز. طب هاو لينث از ا بليت؟ عايزين شريحه طولها ايه؟ اي شريحه اي طول جاست تو بريدج ذا فراكتشر. الدكتور بيقول لنا ديستال تبقى قد الفراكتشر مرتين. حد عنده وجهه نظر ثانيه او راي اخر؟ كل الكلام بتقولوه مظبوط بس عايزين احنا نسيستماتايز او نحط سيستم للموضوع. اتفضل. ده الدايمتر سكرو. نعم اتليست 4 سكرو ديستال تو ذا تيب اوف البروسيس. At least 4 screws distal to the tip of the prosthesis. اي وجهه نظر ثانيه؟ تمام بالظبط. احنا double to triple the width of the femur. We should bridge the fracture double or triple the width of the femur. يعني تقريبا من 5 ل 6 سنتي. تمام؟ طبعا احنا عندنا مشكله حقيقيه ان احنا في البروكسيمال بورت المساحه مش كامله، خصوصا لو احنا مركبين سيمنتد ديفايس والمفصل ده ستيبل هيبقى فيه صعوبه جامده جدا ان احنا نباص السكروز من غير ما نفراكتشر السيمنت منتل. فاحنا ممكن نستخدم كيبلز نحل المشكله دي بكيبلز، ممكن نحل المشكله دي بان احنا نستخدم يوني كورتيكال سكروز. ولازم نراعي ان اللينث بتاع البليت بتاعنا يكفر او يسبان دبل ذا واتس ات ليست اوف ذا فيمر. دي وفي في كذا موداليتي ممكن تحل لنا المشكله بتاعه البلوكج او الاوكيوباينج او الفيلينج بتاع البروكسيمال بارت اوف ذا فيمر. تمام هايل. واحنا بدانا نفكر وفعلا العيان ده ووست تريتد زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط ان احنا ركبناه عملنا له اوستيوثنسيس باي بليت ويز يوزينج كيبلز. تمام زي واستخدمنا فعلا ادكوت لينث اوف ذا بليت. تعالوا يا جماعه نبص دبل ذا ويدث اوف ذا فيمر. حضرتك دلوقتي احنا تمام احنا ده الويدث بتاع الفيمر. حضرتك لازم تبريدج الكسر، يعني حضرتك ده الاكستنت بتاع الكسر لازم اتليست تعدي ديستال لي بدبل ذا ويدث. لو مثلا نتكلم ان ده 2 سنتي يبقى اتليست انت عندك شريحه 4 سنتي ديستال للايه؟ الاكستنت بتاع الفيمر. الرول دبل يعني الاكستنت اوف ذا الجزء اللي من الاستام ده لو مش سبورتد، يعني لو حضرتك الجزء خلاص ده الاكستنت بتاع الفراكشر تمام والجزء ده مش سبورتد الاستام ده كله مش هيبقى ستيبل. فالجزء ده ستيبل بس لازم احنا نبريدج الكسر دبل ذا ويدث اوف ذا فراكشر. اتليست ممكن تطول حضرتك بس ما ينفعش تقلل عن كده، يبقى ده المينيمم بتاعنا. اوكي هنتكلم على حاله تانية. ايه راي حضراتكم؟ حد من الدكاتره ممكن من الصف اللي ورا شويه؟ ايه راي حضرتك في الاشعه دي؟ احنا شايفين الاشعه دي قدامنا وفي ارو اهو بيغششنا شويه. ايه راي حضرتك في الاشعه دي؟ تعتقد ايه الحاجه اللي مش تمام في الاشعه دي؟ اوكي حد الدكتور جنبه؟ هايل كويس قوي. هات المايك. هايل جدا ممتاز. كل الاجابات صح. هايل جدا. هو طبعا احنا عندنا في باثولوجي سوري
في باثولوجي احنا شفناه هنا around the distal part of the stem of the processes زي دبل شادو ده فعلا في كراك ديستال بارت عند الديستال بارت اوف ذا ستيم تمام. طيب تحب حضرتك تعمل له ايه؟ هو ستيبل هو الفراكشر ستيبل يعني ممكن اول حاجه بروتكتد ويت بيرنج بروتكتد ويت بيرنج لا مش انف يعني بروتكتد ويت بيرنج واحط له لوكد بليت تمام. في حد عنده اي فكر تاني او اي اوبشنز اخرى؟ سيركلاج واير الدكتور رايه نعمل اوستو سنسز يوزنج سيركلاج واير تمام. وهو ده فعلا اللي احنا عملنا فعلا بروتكشن للفراكتشر والسيركلاج واير. ايه راي حضراتكم في السيركلاج واير الون؟ هو طبعا السيركلاج واير الون از انفيريور للبليت اند سكروز ميكانيكالي تمام. الناس ان انت متاكد قوي ان انت وصلت فعلا لريجيد ستيبل كونستركت بالسيركلاج واير الون مش بيبقى بريفيربل. تعالوا يا جماعه برضك نبص على الحاله دي ونركز شويه في الحاله دي لان احنا هنعرض اشعتين ورا بعض. دي الاميديت باست اوبراتيف تمام. وبعد فتره عملنا له الفولو اب اكس راي دي لان العيان ما كانش قادر يويت بقى. فايه راي حضراتكم المجموعه اللي هنا؟ ايه راي حضرتك في الاشعه دي؟ ده بيري بروثيك فراكشر في الاف الديستال بارت بتاع عند او ذا ستيم ات ذا ليفل شايفه هو اساس الستيبل. طيب راي حضرتك ده فانكوفر تايب؟ ده فانكوفر تايب بي بي 1 ولا 2 ولا لا بي 1 بي 1 بي 1 تمام تمام. هاي راي حد في حد ليه راي تاني ان ده فانكوفر تايب؟ ده تايب بي 2. ليه حضرتك رايك انه بي 2؟ نعم فوق الاند بتاعت الستام فيه برغم اني مش سامع الدكتور بس هو اللي بيقوله مظبوط. احنا المكان بتاع الستام اتغير بالظبط فاحنا بقى عندنا حاجه اسمها سبسايدنس بالظبط وده يدينا انديكيشن ان لما حصل الفراكتشر الستام ما بقاش ستيبل تمام لانه لو ستيبل ما كانش البوزيشن بتاعه اتغير. طيب مين يقول لنا راي ممكن نعمل ايه للعيان زي ده؟ ريفيجن فول ريفيجن فول ريفيجن فعلا هنستخدم longer prosthesis تمام ونحاول نريكونستراكت البروكسيمال بارت اوف ذا فيما. لو حضراتكم هتستخدموا prosthesis تحب تستخدموا اني نوع من البروثيسز؟ سيمنتد لونج سيمنتلس هاو لونج بالظبط دبل ذا واتس اوف ذا فيمر ديستال تو ذا فراكشر اكستنت تمام. وده فعلا البروسيدور اللي هو ده اوكي. هنضطر نتحرك اسرع شويه معلش. دي انذر كيس ببساطه ده تومسون وحصل حواليه بيري بروثاتيك فراكتشر كل حاجه طبعا فراكتشر في سيمنت مانتل سبسايدنس لوسنينج عملنا له ريفيجن ويز ا لونجر ستام بروثيسز وعملنا الديستال لوكينج بالظبط يا فندم يعني as much as be possible يعني اتشال الجزء البروكسيمال من الستام through the medulla and the fracture site itself وفي بعض الستام بعض السيمنت مانتل was pushed inside ودي حاله كان عاملها زميلنا الدكتور احمد حيز. ف ودي حاله اخيره بس عشان نتكلم على تايب سي وده فراكتشر انتركوندايلر فراكتشر فيمر. لو احنا خدنا بالنا بس للاسف الاضاءه او البروجيكتور هنا في ستام راكب تمام. احنا عملنا الفيكسيشن باي سيرفيس فيكسيشن باي لوكد بليت. انا اضطريت اسرع شويه معلش انا اسف عشان تايم فاكتور. عملنا لوكد بليت النقطه اللي انا بس عايز انشور عليها لما نيجي نثبت كسر حتى لو بعيد عن الستام بتاعنا ناخد بالنا كويس قوي ان ما نسيبش بالظبط سيجمنت ان سبورتد خصوصا ان ده بيحصل في عيانين بيبقوا اوستيوبروتيك والبون بتاعهم ويك وبالتالي احنا لازم نعمل زي ما الدكتور عمل هنا بالظبط هو بريدج لغايه بروكسيمال بارت ما سابش اي بارت يحصل عليه ستريس رايزر ما بين البروكسيمال جوينت اند ذا ديستال فيكسيشن ووصل بالبريدجنج بليت بتاعته لغايه الليفل بتاع الستام. طبعا ممكن نعمل انتر ميدالري فيكسيشن ممكن بس في مشكله ان احنا يبقى عندنا ان سبورتد سيجمنت. احنا بمنتهى البساطه عايزين نطلع عارفين الالجوريزم ده
احنا بنتكلم على الفانكوفر كلاسيفيكيشن اوف ذا بيري بروثاتيك فراكتشر، يا اما جريتد تو كانتر فراكتشر لسه تو كانتر فراكتشر. خلينا في لسه تو كانتر اسهل، لو ستيبل ممكن ما نعملوش اي حاجه خالص ونسيبه كونزرفاتيف، لو ديسبليسد نعمل له سيركلاج وايرنج، في حين لو احنا جريتد تو كانتر ديسبليسد وما فيش اوستيولوسيس ممكن برضك حضرتك نعمل له فيكسيشن سيركلاج واير او شريحه خاصه تروكانتريك بليت. لو معاه اوستيولوسيس لازم نعمل مع الفيكسيشن جرافتنج، في لو في طبعا ديسبليسمنت واوستيولوسيس لازم نعمل جرافتنج، لو ما فيش ديسبليسمنت سوري معاه اوستيولوسيس لازم نعمل احنا جرافتنج عشان خاصه ما يحصلش ايرلي فيلير اوف ذا ستام. لو ما فيش اوستيولوسيس ممكن حضرتك ان احنا نكيب البيشنت اندر كونزرفاتيف ميجر. الالجوريزم بتاع تايب بي فانكوفر كلاسيفيكيشن، لو عندنا مانيمال ديسبليسمنت ستيبل امبلانت ممكن حضرتك برضك نعالجه كونزرفاتيف، بس ده مش بريفيرابل، احنا الافضل ان احنا نعمل له بروتكتد فيكسيشن. لو ديسبليسد فراكتشر وتايب بي 1 ستيبل بنعمل له اوستيوثانسيسز، ولو في اوستيولوسيس بنحط له جرافت. انما لو لوس امبلانت، لو تايب بي 2 في جود بون ستوك بنعمل له ريفيجن وذ لونجر ستام. وزي ما حضراتكم تفضلتوا احنا فضلنا السيمنتلس عن السيمنتد عشان خاطر خايفين من الفويد اوف ذا سيمنت. لو بور كواليتي ويانج ايج بنحاول نعمل له يا اما امبلانت كومبوزيت ستراكشر او نستخدم له ريفيجن لونج ستام اند بون جرافت. لو الدرلي بنستخدمه تيومر بروسيسز او البروكسيمال فيمورال ريبليسمنت. ده بس صوره بسرعه كده يورينا شكل تيومر بروسيسز او كاستم بيد بروسيسز، وده صورته في الاشعه. وده الالوجرافت بروسيسز كومبوزيت اللي احنا ممكن نستخدمه في الالتري مع السيفير بور بون كواليتي، وده شكله في الاشعه مع الفولو اب وازاي الالوجرافت تيكن ويونايتد. تايب سي لو ادكوت بون ستوك بنعمل بليت فيكسيشن، لو بور بون ستوك لازم نستخدم معاه الجرافت. المهم المسج مهمه جدا جدا جدا، هي عملية مش سهلة أكيد. الباري بروثاتيك فراكتشر في حالات بتبقى في منتهى الصعوبة، محتاجين دايما على طول يبقى عندنا بري أوبراتيف بلانينج. تاني بنكرر تقريبا في كل المحاضرات، لازم تملي حضرتك تكون عامل خطة جيدة جدا قبل ما حضرتك تغرز. لازم يبقى حضرتك عارف انت رايح فين وهتعمل ايه وايه الحاجات اللي ممكن تصادفك وايه الفايندز اللي ممكن حضرتك تواجهها جوه العملية. وبالتالي زي ما سمعنا من دكتور محمود على لسان وينستون تشرشل، failing to plan is planning to fail. Very important. النقطة الأهم، احنا شفنا أشعات كتير وأشعات ممكن تبان سيمبل وبسيطة بس نعملها بروسيدور كبيرة والعكس صحيح، فاحنا لازم نبص على أشعة وندسايد according للفراكتشر لوكيشن، البون كونديشن، الامبلانت استابيليتي، والبيشن كاركترستيك ده اولد ولا يونج، والديمانس بتاعته ايه، وطبعا السيرجن اكسبيرينس. لازم في الاخر في اخر العمليه واتيفر الفيلوسوفي اللي حضرتك عملت لها ادوبشن، تخرج من العمليه بستيبل فيكسد سفيشنت ميكانيكال فيكسيشن ماست بي اتشيف. ثانك يو. تملي كل مرة سهلة. نشكر الدكتور محمد يونس. Thank you.
معلش لسه في تاني معلومات سامحونا. معلش هتسمحونا لسه في تاني معلومات. عيان فرضا يعني اسمه هارس ميل 61 years old ريتايرد ما بيشتغلش جاي بيشتكي من بين of his right hip since 5 months. القصة بتاعته قديمة شوية من 8 سنين عمل total hip. البوست اوبرتيف بيريود كان uneventful كويسة ما فيش اي مشاكل خالص والجيت بعد العمليه والاكتيفيتي تحسنت كتير لكن اخر 5 شهور بدا يحس ببين ما كانش فيه قبل البين هيستوري اوف تروما ما كانش فيه معاه فيفر ما كانش فيه اي فول بينه بس. طيب بنساله البين فقال جراديوال بعدين بروجريسيف كورس ما هوش ستيشنري وفي الرايت هيب البين ليه كاركتر معين ان هو ستارت اب يعني اول ما العيان يبدا يتحرك يبدا يحس ببين بعد ما يتحرك ويمشي شويه بعد اول خطوتين ثلاثه يبدا البين يقل وكمان معاه نايت بين بيجي يتقلب في السرير بيحس برضه ببين. مفيش اذر سيمبتومز ما هواش مثلا رادييتنج من الباك مفيش معاه كوليديكيشن بين ما هواش اسكيميك. الباست هيستوري ان العيان كنترول دايابيتس كنترول هايبرتنشن فاميلي هيستوري ما فيهاش حاجه. فيزيكال اكزامينشن فحصنا لوكالي مفيش ساينز اوف انفكشن معاه انتالجيك جيت لما نيجي نمشي العيان لازم يمشي بكين. فحصنا الرينج الاكتف والباسيف لانهم ليميتد شويه الاكتف العيان ما بيقدرش ياخد الفول رينج لان الاكستريمز اوف موشن بتاعته الاكستريمز اوف رينج بينفول. نيورو فاسكولار اكزامينشن انتاكت وهارس هيب سكور بقى داون ل 70. عملنا انفستيجيشن مش باين في انفكشن اي اس ار والسي ار بي واللوكوسيتك كاونت كويسه لكن عملنا الاكس راي ايفيدنت ديفينيتيف لوزنينج اوف ذا استابلر كاب. ببص على اللوزنينج والاستيولوسيس اللي عندي لازم في بيري استابلر لوزنينج في لوزنينج كمان في ارياس ثانيه في الاسكم تير دروب ابولوجد الى حد كبير. الكاب بوزيشن اصبح فيرتيكال دي كانت بنطه من العمليه متسابه مكسوره اهو. ده زي ما هنشوف الكلاسيفيكيشن ده بابروسكي تايب 2 سي هنشوف الكلاسيفيكيشن سريع النهارده وبكره هيبقى كلام فيه على اسيسمنت اوف بون ديفكت هنتكلم على البابروسكي اكتر شويه. خلاص ده ديفينيتيف اسيبتك لوزنينج بعمله سي تي باسيس الديفكت بتاعي قد ايه وخلاص انا هعمل ريفيجن حضر معايا لانه بابروسكي تايب 2 سي حضر معايا جامبو كاب والوجرافت وجوه العمليه احتجت كمان ان انا اغير الهيد احتجت اغير الهيد من اللوزنينج ده الهيد سكراتش فكان لازم اغيرها. الستيم لقيته ستيبل ليفت ان بليس وما عملناش ريفيجن غير الكب مع اندكشن الوجرافتنج وتشينج للفيمورال هيد. اللي هنتكلم على الاسيبتك لوزنينج الليرننج اوت كمز احنا عايزين نعرفها هديفاين الاسيبتك لوزنينج ده ايه بالظبط الاسيسمنت بتاعه سواء السايت والبروجريشن والكلاسيفيكيشن لان على اساس الكلاسيفيكيشن ده الاكستنت بتاع البون ديفكت على اساسه بيحدد لي كمان المانجمنت. الورننج ساينز اللي انا اعرفها راديوجرافيك وكلينيكال ولازم اعمل ايه ريكونستراكشن بس احنا مش هنتكلم عليه ريكونستراكشن لان ده يعتبر حاجه تبع ريفيجن لو هيتعمل كورس ريفيجن بعد كده هنتكلم عليها. لكن انا وانس دايجنوزنج ان اللوزنج او الريسورس اللي عندي بروجريسيف ما استناش لحد ما يبقى البون كواليتي او البون ستوك ديبليتد لان هيصعب عليا ريفيجن جامد قوي.
Definition هو failure of the bond between the implant and the bone in the absence of infection. The most serious long-term complication اللي بتؤدي إلى revision هي aseptic loosening. من 49 لحد 60% of causes of revision بتبقى جاية من aseptic loosening, وبيبقى سببه يا إما inadequate initial fixation at the time of initial surgery أو mechanical loss of fixation over time أو biological loss of fixation particle induced osteolysis. Certain risk factors وجدوها في البيشن والسيرجري surgical skill والسيرجيكال maneuver أو في البروثيسيس ذاته اللي أنا مختاره ممكن تؤدي إلى aseptic loosening. فلو قلنا البيشن فاكتور وجدوا في بعض الحالات البري اوبرتيف دايجنوزس بيبقى فيها loosening أكتر شوية, الدي دي اتش والبوست تروماتيك والاي في ان لو انها هاير اكتر شويه من البرايمري اوسيو ارثرايتس. البودي ماس اندكس ما كانش ليه علاقه مباشره بالاسيبتيك لوزنينج, لكن البودي ماس اندكس زي ما الدكتور محمود كان لنا ليه علاقه مباشره بالسيبتيك لوزنينج, لعنين التخان شويه بيبقى عندهم انستنس اكتر للبيري بروستاتيك انفكشن. الاكتيفيتي ليفل بتاثر شويه على الفيمورال اوسيوليسيس هاير اكتيفيتي ليفل. جينيتك فاكتور دي حاجه بقى امبريدكتبل, بعض العنين بيبقى عندهم little bone resorption مع wear كتير والعكس بيحصل, فدي ليها علاقة بالجينيتك configuration بتاع العيان unpredictable حاجة ما نقدرش نعرفها نحكم فيها. surgical factors surgeon experience lower surgeon skills اللي هو بيشتغلوا عدد حالات أقل شوية بيبقى عندهم أو loosening أكتر شوية, كل ما بتزيد الخبرة كل ما بيقل حالات loosening by time. prosthetic stability لو البروثيسز ما هوش initial stable من الأول عرضة أكتر طبعا باي تايم إن يحصل له لوزنينج. البروستيتك ألاينمنت برضو المال ألاينمنت بيعمل لي إنكريز إيدج وير للكب وبيعمل لي لوزنينج أسرع. السمنتنج تكنيك لو هي فولتي برضو بتؤدي إلى نفس الحكاية. البروستيتك فاكتورز الديزاين الموديولاريتي ووجود سكروز كل ده بيؤدي إلى باك سايد وير أكتر شوية من المونو بلوك لو هو مش راكب كويس وبالتالي يعمل لي لوزنينج. البولي سلين مانفاكتشر وجدوا طبعا إن هايلي كروس لينكد بولي سلين بيتر زان الالترا هاي موليكولر ويت بيقاوم الوير اكتر وبيؤدي الى ليس اوستيوليسيس اند البيرنج كابلز سيراميك اون بول اسلين او سيراميك اون سيراميك برضه فيها اللوزنينج اقل. هاو تو اسيس اسيبتيك لوزنينج من ريديوجرافيك متقسمه زونز بالنسبه للفيمر الجروين زون 14 7 في الاي بي و7 في اللاترال. الدلي اند شارلي زونز في الاستابلم برضه 3 زونز. كل ما كان الزون مور ميديال كل ما كان الزون عندنا واصله ميديال اكتر كل ما كان الاوستيوليسيس مور سيفير, يعني 1 ليس سيفير 2 مور لو اكستند ال1 و2 لو هو واخد كل 3 زونز فدوت مور سيفير اوستيوليسيس عن سنجل زون. السمنتد ستيم حاولوا يعملوا لها كلاسيفيكيشن اعرف السيفيريتي بتاع اللوزنينج. فهارس عمل كلاسيفيكيشن قال ان الستيم ده ممكن يبقى بوسيبلي لوز او بروبابل لوز ليفل اعلى شويه او ديفينيتيف لوزنينج بالتاكيد ده خلاص الستيم از لوز. فالبوسيبل لوزنينج بيبقى ريديو لوسنت لاين اكستنت ل 50 الى 100% اقل يعني 100% البون سيمنت انترفيس حوالين الستيم. البروبابل لوزنينج لا ده ريديو لوسنسي واخده كل الانترفيس بين البون والسيمنت وكمان بيبقى معاها فوكال وايدنينج وسراوندد باي سكليروزس كرياكشن اراوند الانستابيليتي. الديفينيتيف لوزنينج بالتاكيد خلاص السيم والسيمنت حواليه بقى لوز ممكن يحصل ستيم فراكشر او سيمنت مانتل فراكشر سبيشالي في زون 4 او بروجريسيف انكريز ريديو لوسنسي. الستيم تشينجينج سبسايدنس والكالكار بيفوت والكانتليفر بيندنج زي ما الدكتور شريف كان قال كل دوت تبع الديفنتف لوزنج. السيمنتد كاب الوضع قريب برضه نفس الشيء لو انا عندي ريديو لوسنسي اكثر من 2 ملم وبروجريسيف او حصل كاب مايجريشن ميديال كاب مايجريشن او تشينج الكاب انكلينيشن اكتر من 5 درجات او حصل فراكشر في الكاب او السيمنت مانتل اراوند وين كان دارير. السيمنت السيمرال السيم برضه ما سابوهاش عملوا لها كلاسيفيكيشن انج كلاسيفيكيشن. فقالوا السيم بيبقى ستيبل لو عنده ستيبل بون جروس كويس وموجود حواليه سبوت ويلز الاجزاء اللي هي ما فيش فيها ديفرنشيشن بين السيم وبين الكورتكس دي بيطلق عليها سبوت ويلز فده ستيبل بون انجروس. بيبقى ستيبل فايبرس انجروس لو انا ما عنديش سبوت ويلز دي. لكن انا ما عنديش لا ريديو لوسنسي ولا عندي فوكال اوستيوليسيس ده يعتبر ستيبل فايبرس انجروس وستيبل مش هعمل له حاجه. لكن الان ستيبل لو انا في عندي بروجريسيف ريديو لوسنسي او في كومبوننت مايجريشن سبسايدنس او حصل بيدستل فورميشن بون هايبرتروفي اراوند ذا تيب السيم ان ستيبل انسايد البون بيبدا يعمل شويه روكنج بسيط بيكون حواليه رياكتيف بون فورميشن
ات ذا تيب دي مختلفه عن فوت ويلز دي ات ذا تيب نتيجه الانستابيليتي او الحركه بتاعه السيم انسايد ريديو اللوزنج اوف ذا سيمنت السكاب. لو انا عندي كاب مايجريشن سوبيرور او ميديال اكتر من 5 مللي او بروكن سكروز ما عادش السكروز ماسكه في البون وريديو لوسنسي زي ما قلنا في 3 زونز ولازم تبقى اكتر من 2 ملم. ده بابروسكي سريعا بيتقسم الى 3 تايبس. او اول تايب هو لايسس بس مش اكتر. تاني تايب هو لوست وولز. تالت تايب هو لوست وولز اند كولمز. الكلمه بس اللي في الاول دي هنبقى نعرفها بكره اكتر شويه. لايسس كافيتي لاترال فلور. لاترال فلور كل واحد فيهم ده السيفيريتي كل ما بيزيد السيولوسيس للفلور فبيزيد السيفيريتي اكتر. الدايجنوزس من الهيستوري بين ادويت بيرنج وتيبيكال في حاجه اسمها ستارت اب بين في بدايه الحركه وتقل مع المشي. فيزيكال اكزامينشن بلاقي فيه انتالجيك جيت ولا امبلنس سكريبنسي ده لو سيفير اوستيولوسيس وحصل تشينج البوزيشن اوف ذا كاب او سبسايدنس اوف ذا ستيم. انفستيجيشن لابوراتوري احنا بنعملها ترول اوت انفكشن اي اس ار وسي ار بي وايمجنج بشوف فيه بروجريسيف ريديولوسنسي او تشينج في الكاب بوزيشن. طيب العلاج لو العين اسيمتوماتيك مفيش سيمتومز لكن الراديوجراف بتاعي طالع فيها لوزنينج بعمل له فولو اب. لو لقيت ان الفولو اب راديوجرافيك لوزنينج دي بروجريسيف ما بستناش لحد ما يحصل كومبليت ديبليشن للبون ستوك لا بعمل له ريفيجن. السيمتوماتيك محتاج ريفيجن سيرجي على طول. تيك هوم مسج اسيبتك لوزنينج از ذا كومنست كوز اوف ريفيجن. مالتيبل ريسك فاكتور سام اوف ذيم ار انبريدكتبل وبالتالي البيهيفير كله انبريدكتبل مش كل عينين يمشي عليهم نفس الموضوع فبالتالي الفولو اب از فيري امبورتنت. والبارامترز فور اسسمنت لازم امشي عليها ستريكتلي عشان اقدر احدد البروجريشن بتاع اللوزنينج وكيرفول فولو اب كلينيكال اند راديوجرافيك تو دو ريفيجن بيفور ذا لاست بون ستوك اوف ذا بيشنت ديبلي. ثانك يو. اتفضل. ما ده اللي انا بقول عليه تعمل له فولو اب بعديها وتشوف لو مفيش سيمتومز بتتابعه تاني. لو حصل ان شايف البروجريشن بتاع الاوستيوليسيس واللوزنج سريع وبدا يحصل ديبليشن بون ستوك اعمل له ريفيجن ما تستناش لحد ما يبدا فيه بين ما تستناش. ختموها مسك ان شاء الله. طيب تعالوا بقى ايه ناخد الكيس ده هي. This is الصوره واضحه كويس. فيميل 70 years old 70 سنه ست fell down at home وقعت اوستيوبراتيك وقعت اتكسرت. جالها فراكشر نيك اوف فيمر. مين يا جماعه هيعمل open reduction وانترنال فيكسيشن؟ There is no place for open reduction and internal fixation. Hey, كلنا متفقين على كده. مين هيعمل لها total hip replacement؟ ليه؟ She's active. بس لما احنا سألنا هي active بس ما بتخرجش من البيت. ها؟ Will you make a total hip بس؟ تاني؟ هي مش سيلف ديبندنت. شي سيلف ديبندنت. هنعمل لها توتال هيب. كويس؟ راحت لجراح. لا والله انت ما بتخرجيش من البيت ومفيش مشكله. وعمل لها سيمات تومسون. ها؟ حصل كده. ايه رايك؟ كومنت اون ذا اكس راي زي ما يونس قال لنا. دقيقتين ومحمد هيكومنت على الاكس راي. What do you think of this Thompson؟ هنكومنت على الستيم وهنكومنت وعلى السيمنتنج. في السيمنتنج في السيمنت مانتل
زون 3 و 4 و 5 ديفيشنت و زون 3 و 4 و 5 في اللاتر مش باين قوي بس يعني الانتري بتاعته كان في مشكله راح امبنجينج بوستيريور She's complaining. باب الزنال اه يدفع. يعني محمد قال ان اللي هو شايف ان الاستم راكب كويس لكن المشكلة فيه ان هو شايف سيمنتينج بروبلم عند الدستل. ليه؟ عشان تشوف الليم لينث ما جابلكش غير الاشعة ده هي. الكولر بتاع الجريتر الكولر بتاع البروثيسز ايميديتلي على اللاسر تروكانتر مفروض ان ده هو بيكون راستنج تقريبا سنتي اللي هو فينجر بريث او 2 سنتي فوق النك عشان يبقى عندها اوفست مظبوط. وي دونت تريت اكس راي وي تريت فيجن. البيشنت دكتور بيقول وي دو نوت تريت ان اكس رايز وانا مع المقوله دي كويس جدا بس العين لسه عامله عمليه امبارح. اوكي طيب هو الجو ان هو يقول يقول لابنها اي نيد تو ريفايز ذس بروثيسيس ايميديتلي. مين هيستنى؟ اوكي طيب مين هيستنى تاني؟ اوكي انا ابن العيانه بقول لحضرتك طب حضرتك بتقولي في مشكله في الاشعه بس حضرتك مش تعمل عمليه طب المفصل ده هيعيش مع والدتي قد ايه؟ لا ما نقدرش نعرف يعني we cannot predict she might need تغيره كمان سنة سنتين ثلاثة أربعة ربنا يديها طول العمر والصحة. يعني according to the longevity of this prosthesis في factors هتأثر على longevity بتاعته بس we cannot predict when a problem could occur. طيب ايه أكتر factor هيأثر على longevity بتاع prosthesis؟ ال poor selection of the implant وال poor cementing technique. Poor selection of the implant و poor cementing technique. طيب العينه دي اختفت تماما وعاشت حياتها اوكي وظهرت بعد 2 years سنتين بالظبط. احنا هنرجع تاني نفس الكلام اللي محمد قاله جروين في 2000 في سنه 79 عمل لنا زونز في الاي بي فيو زون 1 lateral 2 3 لغايه التيب اوف ذا بروثيسز وبعد كده لغايه الناحيه الثانيه لغايه زون 7 وقال ان المفروض السيمنت مانتل يكون تقريبا 2 مليمتر. كل ما السيمنت مانتل يرفع كل ده حاجه مش حلوه وكل ما يتخن حاجه مش كويسه برضو اوكي وكورليتد الكلام ده هو تو راديوجرافيك اناليسيس اوف لوسينج. قسم الزونز ده هين وقال لك اكوردنج لكل زون ينقص فيها الاسمنت الاستام بتاعي هيفيل بطريقه صح؟ طيب تفتكروا الاستام ده هيحصل له ايه بعد 2 years؟ زياده في السوفيستيكيشن جروين كملوا الزونز وعملوا زونز في اللاترال. احنا اتفقنا ان في ديفيشنسي في الاسمنت زي ما محمد قال
3 و4 و5 ولو بصينا على الزونز بتاعت اللاترال 10 و11 و12 صح؟ اوكي دي الاشعه بعد 2 years ومحدش يقول لي انفكشن there is no infection كل الحاجات اللي دكتور محمود قال لنا عليها نيجاتيف عندها after 2 years احنا we were very concerned about the prothesis والله ده تومسون poor choice ما حصلش اي ايروجن في الاسيتابيرم however حصل ايه severe osteolysis and loosening طيب حد يعرف يفسر لي الاستام حصل فيه ايه حصل ايه الامبلانت واز فيكست بروبرلي في البروكسيمال بورت وكانت لوسلي فيكست ديستلي فبدا يحصل الويند سويبت ايفكت بدا تخيلوا يا جماعه ان البيشنت ذس بيشنت ستارتد ووكينج كويس فحصل ان البروثيسيس متثبت فوق كويس جدا لكن تحت مفيش اي تثبيت كل الناس بيشاوروا لي نفس الشقره ان هو حصل ويند شيلد ايفكت زي المساحه حصل ستريسز عاليه جدا هنا الستام فيري ستيبل فوق لكن تحت مفيش اي حاجه ماسكاه فبدا يحصل له وات وي نيم توجلنج وبدا يفيل 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 لغايه عند سنتين بقى خلاص فاضل له سنه او اكتشولي كسر الكورتكس لما انا عملت لها ريفيجن لقيت الكورتكس اكتشولي كانت بيرفوريتد العينه دي لو كنت استنيت عليها شهر كمان كانت جات لي بيري بروثيتيك فراكتشر اوكي طيب تفتكروا بقى هنا البور تشويس اوف ذا امبلانت عمل مشكله اتس ا بور تكنيك صح ليه لان الجراح اللي عمل لها الموضوع ده هو هي يوزد صباعه هي يوزد وات وي نيم الانتي جريد فيلينج وما كانش حتى عامل الانتي جريد فيلينج كويس انا اي نو ا لوت اوف بروفيسورز اللي بيعرفوا يعملوا الانتي جريد فيلينج كويس وبيطلعوا الباراكسيمنتنج جريد اي لكن هو مال الاسمنت لغايه هنا انا اي ثينك ان ماي اوبينيون ات وازنت ا بور تكنيك لان السيمنت لو انتوا بصيتوا له بروكسيمال المشكله ان هو كان تاني يا فندم باكو 20 جرام ان هو كان مستخدم 1 باكيت اوف سيمنت 20 ملي جرامز شكله فادي اللي عمل لها العمليه اوكي كلنا التفت نظرنا في الاول اتس تومسون بور تشويس اندستري بتضحك علينا دونت ثينك اوف ذا اندستري على قد ما ثينك اباوت ذا التكنيك فيرست الامبلانت ده هو ما حصلوش اي فيلير ما عملش ايروجن احنا بنخاف من التومسون عشان يعمل ايروجن فين في الاستابلم وكل التعليقات والفيدباك اللي جالي من الكورس يا جماعه احنا عايزين نعرف محاضره عايزينكم تضيفوا لنا محاضره على البيرنج سيرفيس انهي احسن بيرنج سيرفيس قبل ما تفكر في البيرنج سيرفيسز فكر في التكنيك دو ات رايت البروبر تشويس اوف ذا امبلانت از فيري امبورتنت بس الاهم منه انك تعمل حاجه مظبوط طيب المودس اوف فيريال بتاع الاسمنت بتاع الستام بتاعنا جروين من 79 قال في 4 مودس اوف فيلير عندنا تايب 1 بيسترنج ان الستام يغطس لتحت لو حصل ديبوندنج ما بين الاسمنت والستام الستام هينزل ويكسر الاسمنت ويحصل بريكج زي ده لو حصل ديبوندنج ما بين السيمنت والبون الستام والبون والسيمنت هينزلوا مع بعض which is the most common form of loosening
المود الثالث والرابع والخامس نتيجه ديفيشنسي مانتنج. كله نتيجه الاتي: ميديال بيفوتنج او كالكر بيفوتنج او مفيش اي حاجه فوق تمسك اصلا الستم. يبقى اذا الاتي: نتيجه الفورسز الفيرم فورسز اللي بننزل عليها دايما كنا بنهتم يقول لك ايه، خلي إيه الستم لازم يكون سنترلايزد، لازم يكون لا، ولازم يكون ممسوك كويس جدا بالسمنت اول اراوند. لو حصل ديفيشنت سيمنتنج ميديال الستم ده هيبدا يطاجل لان مفيش اي ميديال سبورت، فهيبدا يلوسن بدري. لو مفيش اي سمنت ديستل وهو ممسوك بروكسيمال هيبدا برضه يطاجل من تحت ويعمل اوستيولوسيس ولوسنينج. لو في سمنت ديستل والستم مش ممسوك فوق الستم هيفتيج ويتكسر. ودونت بليم الاندستري، بليم يور تكنيك. نقول اصل الستم اتكسر اصل هو نوع وحش، لا، انت اللي عملته ثبته تحت وما ثبتوش فوق، والفورسز هتكسر اي ستم حتى لو احسن ماركه في العالم. طيب حد يعرف يقول لي ويتش ميكانيزم من دول اللي حصل لنا؟ كالكر بيفوت الوينشيلد. كالكر بيفوت. يبقى احنا اذا الكيس بتاعتنا كورسبوندز تو مود 3 فيلير. ان سمري اللي يخلي الحاله دي توصل للحاله دي في 2 years في 70 years active female it is the poor technique. فان سمري if you are going to do it please do it the right way. طيب احنا دي كانت اخر محاضره في الكورس البيزك برايمري هيب ريبليسمنت، اوكي، وختمناها بكيس بتحسكوا ان التكنيك اتس فيري امبورتنت، اتس اكزاكتلي از امبورتنت از التشويس اوف الامبلانت. لازم لو هتعمل حاجه تعملها مظبوط كامله. ده الكورس، ده صوره الكورس بتاعنا في 2015. We trained 170 candidates. ودي صورة الكورس بتاعنا في 2017 بعد 2016 بعد ما عملنا تريننج ل 150، والسنة دي إن شاء الله نكون عملنا تريننج ل 120. ودي صورتكم في الكورس بتاعنا. Thank you for coming. و I would like to thank كل الفاكولتي اللي كانوا معانا في اليومين، اللي شاركوا معانا في البيزك برنسبلز كورس، اللي هيكملوا معانا بكره ان شاء الله في الكومبلكس كورس، يا رب ما انساش حد فيهم: دكتور احمد عزام، دكتور فادي كمال، دكتور طارق عبد الخالق، دكتور ايهاب الدسوقي، دكتور محمد سعيد، دكتور محمد عبد المنعم، دكتور سيد قاسم، دكتور محمود عبد الكريم، والكينج دكتور شريف خالد، دكتور فؤاد زامل، ودكتور ملهم محمود. وبسلم الرايه دلوقتي عشان الكورس دايركتورز اللي هيكملوا معاكم بكره ان شاء الله دكتور محمد يونس ودكتور ابو السعود، وان شاء الله هتبقى الكواليتي احسن من النهارده. بكره بالعكس هنتكلم على الادفانس الكومبلكس كيسز، وارجو ان كلكم تكونوا حاضرين عشان نو هاو تو ديل وذ ا كومبلكس كيس. في جنود مجهولين محدش يعرفهم كانوا موجودين في الكورس: محمد رامي، محمد عمرو، عباد الزهيري، ومحمود فهمي، وهم كانوا مسؤولين عن تحضير الكل الكلام اللي بيحصل بره وانتوا قاعدين هنا بتسمعوا المحاضرات. وطبعا ما اقدرش اشكر يا بيه ربنا يخليك، ما اقدرش اشكر اكتر من اكتشاف دكتور احمد جلال واستاذنا دكتور خالد بيه. دكتور خالد جاي بلبس الشغل اهو، كويس. دكتور خالد بجد يعني عمل ابداع ان هو كان كونسيرند رغم ان هو كان مسافر في ال 10 دايز اللي فاتوا بي هاو تو دو ا بروبر سيمنتنج تكنيك، علشان خاطر if you will do it you have to do it the right
واي. وده منظر دكتور خالد امبارح طبعا بالبهدله اللي اتبهدلها عشان خاطر يوصل لكم هاو تو دو ا بروبر سيمنتنج في الستيشن اللي عملها، وهو حضر لكم كان بيعمل العجينه بره كويس ومحضرها لكم عشان كل واحد يعمل العجينه بتاعته. اوكي طبعا ما ننساش ابدا ولا يعني احنا ما نقدرش نعيش من غير اساتذتنا دكتور علي المفتي، دكتور طارق عبد الشافي اللي شرفونا ونورونا وزودونا بعلمهم، دكتور حازم عبد العظيم، دكتور احمد مره، دكتور اسماعيل زعزوع، وطبعا دكتور احمد جلال بيه، ودكتور اشرف النحال رؤساء الكورس. يعني باسم جميع الفاكولتي وزمايلي واخواتي بشكركم جميعا على الحضور، واخر حاجه بشكر الاندستري اللي كانت دايما في ظهرنا وبتسابورت، وهم هيوصلوا دلوقتي هتشوفوا الشغل اللي احنا عملناه في البلاي زي البلاي جراوند امبارح الستيشنز. بشكر جدا زيمر بايومات، ليما، جونسون، سيرجيفال وبايوتكني، يوسف والي، منا، هشام، محمد زكريا، هشام، احمد، محمد خليف، وطبعا الشركه المنظمه السنه دي يعني جوده غير طبيعيه في كل حاجه، محمد وخالد ويندوز اوف ايجيبت. ونرجع بقى للشغل تاني. واحمد حازم عبد العظيم يا جماعه. شكرا يا جماعه. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي هنتنقل للهاندز اون ورك شوب، ودي حاجه بنظمها لاول سنه، فاعذرونا لو في اي مشكله فيها ونحتويها بهدوء زي ما اتعودنا ان احنا يعني ايه نحتوي كل حاجه بهدوء في خلال امبارح والنهارده. جروب A كلهم هيروحوا على كلاس 1. كلاس 1 هيبقى فيه 48 كانديديت لانه كلاس كبير وسبونسرد باي زيمر. هيبقى فيه على كل ستيشن 4 كانديديتس. كلاس جروب بي هيتقسموا 30 في كلاس 2 و30 في كلاس 3. اللي بجاتهم مكتوب عليهم جروب A يتوجهوا ناحيه كلاس 1. ده منظر الستيشن اللي هنقف عليها. الترابيزه بالطول، انتوا شفتوا الترابيزه امبارح، في كلابه هنا وكلابه هنا، على كل كلابه هيقف 4 كانديديتس، لكن احنا معانا 2 ساتس من العظم علشان 2 يشتغلوا وبعدين هيوسعوا المكان بعدها بساعه الا ربع، واثنين تانيين يشتغلوا، وكل على كل تيبل في تيبل انستراكتور، وفي كل كلاس في استاذ من اساتذتنا هو اللي هيمودريت السيشن. ثانك يو، واشوفكم في الكورسات بعد كده ان شاء الله.